طبعا زي ما قلت لحضراتكم، احنا النهارده محافظه الاقصر بتحتفل وعندها فعاليات كتيره جدا بمناسبه الذكرى المئويه لاكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون. هذه المقبره اللي زي ما قلنا تم اكتشافها سنه 22، هاورد كارتر هو اللي اكتشف هذه المقبره. وقتها الحكومه البريطانيه كانت بتطالب بان هذه المقتنيات تعود ليهم لمجرد ان هم فقط اكتشفوا هذه المقبره، لكن في هذا التوقيت رفضت الحكومه المصريه تماما هذا الامر، لان دي كنوز مصريه، دي ملك مصر وملك كل المصريين وكل الاجيال اللي جايه. طبعا عرفنا قصة لعنة الفراعنة عشان ناس كتيرة بتتكلم هل في لعنة الفراعنة أو لا. دي بكتيريا متعفنة بتبقى موجودة نتيجة غلق باب المقبرة لسنين طويلة. أنت نفسك لو دخلت أو قفلت البيت بتاعك مثلا لشهور ورجعت هتشم ريحة مش كويسة في البيت، فطبيعي أن بيكون فيه بكتيريا. فتخيلوا دي مقفولة لآلاف السنين، طبيعي تكون دي النتيجة. فده اللي بيقول أو اللي بيؤكد كيف مات كارتر هو وفريق بعثته كلها. طبعا احنا معانا دلوقتي عبر زوم بهاء عبد الجابر مدير عام اثار البر الغربي بالاقصر. صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير وصباح الخير على المشاهدين الكرام. يا اهلا بيك. عايزين نتعرف منك على الفعاليات اللي هتتم النهارده، ازاي استعديتوا ليها وايه هي الفعاليات؟ اولا احنا بنحتفل طبعا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. الحدث اللي ما كانش حدث بسيط، لا ده كان حدث عظيم في الحضاره المصريه. المقبره اللي حملت اسم الملك العظيم توت عنخ امون واللي مقتنياتها بتفوق ال 5000 قطعه اثريه عثر عليها في داخل هذه المقبره. الاحتفاليات هتبدا طبعا ب افتتاح المنزل بيت كارتر بعد تطويره وبعد الانتهاء من تطويره. البيت طبعا اتبنى في سنه 1910 لسكن عالم الاثار كارتر اللي اكتشف مقبره توت عنخ امون. طبعا البيت مر بمراحل عديده في التطوير، واخرها هذه المرحله اللي تمت وانتهى منها العمل، فيتم طبعا افتتاح بيت كارتر. محتوياته ايه يا استاذ بهاء؟ محتوياته هو كان المكان اللي بيعيش فيه عالم الاثار هوارد كارتر. فكان طبعا هو قصه البيت، طبعا عشان نعرف الساده المشاهدين بيه، ان البيت اتبنى في 1910. كارتر كان مخصص هذا البيت لاقامته. طبعا هو اكتشف المقبره في 4 نوفمبر 1922، فهو كل الفتره دي كان عايشها وعاش بعديها في داخل البيت. فالبيت كان اقامه كامله لكارتر، وصمم البيت علشان يلائم المنطقة الأثرية ويلائم البيئة المحيطة به. فلذلك البيت بيتكون من مدخل بيؤدي إلى الصالة الأساسية. هذه الصالة بترتكز على سقف اللي هو سقف المقبي طبعا لهذا النوع من الأسقف، بيسمح بمرور الهواء في داخلها بوجود النوافذ. طبعا سمك الجدران بتتيح على ان هذا المنزل كان بيلائم فتره الصيف في مدينه الاقصر. في داخل البيت في المكتب الخاص بهوارد كارتر، في غرفه المعيشه، غرفه طبعا النوم، المعمل التحميض الخاص بكارتر اللي كان بيحمض فيه الصور واغلب الصور اللي كان بيلتقطها. في طبعا بعض المقتنيات اللي كانت بيستعملها كارتر في هذا المكان. فالمكان في محتواه العظيم هو مكان لإعاشة شخصيه هامه قامت باكتشاف مقبرة فريدة من نوعها في الحضارة المصرية. عظيم. قبل ما نتكلم عن باقي الفعاليات، حضرتك تقول أنه موجود والبيت ده اتبنى من 1910، فهو اكتشف في 1922. طوال هذه السنوات مزبوط. كان بيبحث عن المقبرة ولا هو كان عالم أثار وشغوف بعلم المصريات فكان بيبحث عن أي كشف أثري؟ عشان ندي فكرة للمشاهد الكريم عن هوارد كارتر، الشخصية اللي ذاع صيتها والارتباط اسمها بملك عظيم هو الملك توت عنخ امون. اولا كارتر ما كانش عالم اثار، كارتر كان رسام ودخل مصر على هيئه رسام في سن ال17 عشان يعمل مع ثيودور ديفيز، واحد من علماء الاثار كرسام، ولكن شغفه بالتنقيب عن الاثار توجه بكاريره خالص الى موضوع ثاني خالص، موضوع التنقيب عن الاثار. ودخل الحكومه المصريه وعمل
على ككبير مفتشين لمنطقة الصعيد في الأقصر، ثم انتقل إلى العمل في منطقة الدلتا، وبدأ اهتمامه بمقبرة توت عنخ آمون عندما عثر ثيودور ديفيس طبعا على بعض المقتنيات في داخل مقبرة من المقابر عليها نقوش بتحمل اسم الملك توت عنخ آمون. طبعا كان افتكر على ان هذه المقبرة تخص توت عنخ آمون، لكن للاسف الشديد هي بعض المقتنيات اللي تحركت من مقبرة توت عنخ آمون او اللي تركت بواسطة العمال اللي كانوا بيعملوا في منطقة وادي الملوك. فلذلك كارتر كان ذكي جدا ان هو عرف ان مش هي دي المقبرة اللي هو بيدور عليها، لا ده الملك توت عنخ آمون ليه مقبرة تاني في وادي الملوك. حالف الحظ ان هو يقابل شخصيه شغفه بالاثار المصريه وهو اللورد كارنافون، وبداوا العمل في التنقيب عن مقبره توت عنخ آمون في 1917. من 1917 حتى اكتشفت المقبره في الرابع من نوفمبر في 1922. طيب ايه قصه الطفل عن... اتفضل. نعم اتفضل كمل يا فندم. وكانت يعني كان بيعتبر ده اخر موسم لكارتر في وادي الملوك. كان من ضمن الرسائل اللي كان ارسلها الى اللورد كارنافون في لندن، بيقول له ان العمل ده هو اخر موسم ليا، لان انا فرغت من التنقيب في كافه الوادي الملوك، لم يتبقى الا الجزء الموجود امام مقبره الملك رمسيس السادس. فكان بالفعل هو الأساس في اكتشاف المقبرة إن كارتر عثر عليها في آخر موسم لي في وادي الملوك وفي الرابع من نوفمبر في 1922. لذلك إحنا بنعتز بالتاريخ ده، بنعتز كأهالي الأقصر إن ده تاريخ اليوم القومي لمدينة الأقصر. بنعتز باكتشاف هذه المقبرة اللي غيرت مجرى التاريخ، باعتبار إن هذه المقبرة هي المقبرة الوحيدة التي عثر عليها كاملة في الحضارة المصرية. عظيم. أستاذ بقى لازم نسلط الضوء كمان على الطفل حسين، الطفل اللي دل كارتر على وجود المقبرة. ما إذا كنا هنسلط الضوء على حسين، لازم نسلط الضوء على أهالي القرنة بالكامل. هذه المدينة اللي حفظت تاريخ مصر، هذه المدينة اللي عاشت فوق المقابر، وكان مصدر من مصادر إرشاد الأثريين إلى مقابر وادي الملوك. حسين كان واحد منهم اللي هو عمل مع كارتر، وكان التميمة اللي كارتر بيسير عليها، وكان ليه دور في اكتشاف المقبرة. لما نتكلم على أهالي قرية القرنة، وهذه الاسم طبعا اسم حديث للمنازل اللي كانت بنيت فوق مقابر البر الغربي، عثر على أكثر من 500 مقبرة خلف هذه المنازل، وده طبعا مجهود من المجهودات اللي عملته الحكومة المصرية في 2006. ما ننساش تهجير هذه القرية بالكامل وإعادة الكشف عن المقابر التي بنيت أو نحتت أسفل هذه المنازل. طيب ما حدث أثناء اكتشاف هذه المقبرة يؤكد أن الكنوز المصرية دائما هي مطمع لكل من هو شغوف بعلم المصريات وعلم الأثار. وإحنا في الفيلم، لو حضرتك تابعت الفيلم اللي عرضناه من شوية، بيتكلم عن كارتر وأثناء اكتشافه لهذه المقبرة، وأجاب عن تساؤل مهم جدا: هل كان كارتر لص من لصوص الأثار؟ والله إذا أخذنا تاريخ الاكتشافات الحديثة في علم الآثار، وبدأنا من أول الرحالة اللي دخلوا في وادي الملوك بالذات، كانوا عبارة عن رحالة أرسلوا من أمراء في أوروبا للبحث والتنقيب عن الآثار. ما كانش الغرض البحث عن التاريخ بقدر ما هو البحث والتنقيب عن الكنوز. وكانت طبعا كل الكنوز دي اللي عثر عليها تم إرسالها إلى الأسواق في أوروبا، وتم بيعها في الأسواق في أوروبا. لذلك ده بيفسر كمية الآثار الموجودة في المتاحف حوالين العالم أو في القصور. فالرحالة الأوائل كانوا بالنهب الآثار المصرية، وسواء في كل البلاد اللي كانت بتحوي على حضارات، كمصر، كسوريا، كالعراق، كالهند. صحيح. فكانوا دايما بيرتحلوا إلى هذه البلدان
وطبعا كل ما عثروا عليه ضيع في اسواق اوروبا. نشأ علم المصريات اساسا، لما نشأ علم المصريات بدأنا نفكر في كيفية البحث عن التاريخ وليس عن الاثر، لان التاريخ هو اهم شيء طبعا اللي بيقدموه لنا الاثر. فكارتر كان من ضمن الناس اللي كانت شغوفه بالاثار، كانت شغوفه بالتنقيب عن الاثار، وطبعا كغيره كان محب ان هو يقتني من الاثار اللي عثر عليها في داخل المقبره. طيب عظيم، واحنا دلوقتي بنحتفل بمرور 100 سنه على اكتشاف هذه المقبره، هل الفعاليات مختلفه هذا العام؟ الفعاليات مختلفة، لأن طبعا هيكون في زيارة للمقبرة أساسا في وادي الملوك، عدد كبير من السفراء، عدد كبير من الشخصيات الهامة، افتتاح بيت كارتر، طبعا إقامة مؤتمر في داخل مدينة الأقصر. المؤتمر ده طبعا هيحاضر فيه أغلب المهتمين بعلم الآثار أو اللي اشتغلوا في منطقة وادي الملوك. عظيم، احنا بتمر علينا أحداث كتيرة يا أستاذ بهاء، محتاجين فعلا احنا نعمل عندها وقفات ونستغل هذه الأحداث في الترويج للسياحة الثقافية في مصر، سواء بقى تعامد الشمس أو بنتكلم عن 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، أو بنتكلم دلوقتي على مرور 100 سنة على اكتشاف هذه المقبرة. احنا عملنا ايه يا فندم عشان نستغل هذه الاحداث، وتحديدا دلوقتي الحدث احنا بنتكلم عنه دلوقتي مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون؟ طيب نرجع بس قليلا لفعاليات اللي عملتها وزاره الاثار، وزاره السياحه والاثار، من نقل المومياوات ومن نقل موكب المومياوات اللي كان حدث عالمي. هذا الحدث لفت انتباه العالم كله. صحيح. طيب على ما يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ بهاء، لكن على كل طبعا الموكب العظيم. اتفضل يا فندم. ده بيدينا مؤشر على اهتمام القياده السياسيه بملف السياحه والاثار. موكب المومياوات كان موكب عالمي، طلعنا من موكب المومياوات الى الاحتفال العالمي باستكمال طريق الكباش. استكمال طريق الكباش، وعشان ندي فكرة للسادة المشاهدين أن طريق الكباش أو طريق المواكب كان بيصل ما بين معبدي الأقصر ومعبد الكرنك، وهذا الطريق ردم بالكامل وبدأ الكشف عنه في بداية الستينيات لحد ما انتهينا في الفترة الماضية، وفتحنا الطريق وسمحنا للزائرين أن هو يتحرك أو يزور معبد الكرنك ثم معبد الأقصر عبر طريق الكباش، وكان احتفال عالمي. هذه الاحتفالات هي تسليط للضوء على تسليط للضوء على الحضارة المصرية وعلى أهمية السياحة بالنسبة لمصر. بكل تأكيد احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، الأستاذ بهاء عبد الجابر مدير عام أثار البر الغربي بالأقصر. وزي ما شفنا وتابعنا وسمعنا من الأستاذ بهاء ان احنا الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف هذه المقبرة، مقبرة الملك توت عنخ آمون.